صحيح حققنا الفوز باخر الدقائق، بس اعتقد انه في المباراه كامله احنا الافضل. كان لنا هجمات، الاهلي ما له ولا هجمه 90 دقيقه، ما اعتقد انه كان له هجمه، لعبه كان سلبي. احنا عرفنا كيف نجيب الثلاث نقاط، طبقنا التكتيك حق المدرب، المدرب قرر الخصم بشكل ممتاز، عرف كيف يعني يستغل نقاط الضعف في نادي الاهلي، والحمد لله رب العالمين ظهرنا وفزنا. والله بسم الله الحمد لله، مبروك لنا وهارد لك النادي الاهلي. انا اشوف انه الفريق اليوم لعب كمجموعه، ما ابغى اركز على الدفاع ولا على الهجوم، احنا دائما كمجموعه ننهزم كمجموعه ونفوز كمجموعه، الفضل يعود لكل واحد ساهم في الفوز هذا، كمدرب، لاعبين، اداره، وجمهور، الحمد لله.